طبتم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات مشاهدين الكرام. رمضان كريم وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال. إليكم نشرة الأخبار من تلفزيون حضرموت نستهلها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان. مجلس الشورى يقف أمام آخر التطورات على الساحة الوطنية. وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي مستجدات العملية السياسية وجهود إحلال السلام في اليمن. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية برقيات التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية. وأعرب رئيس الجمهورية فيها عن أحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة، راجيا لهم دوام الصحة وموفور السعادة لحكوماتهم وشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء والازدهار، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للأمتين العربية والإسلامية كل ما تصبو إليه من تقدم ورخاء. بعث فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة في وفاة التربوي علي سالم الحكم. أشار فخامة الرئيس في برقيته إلى مناقب الفقيد الوطنية وكفاءته العملية التي جسدها خلال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء، معبرا عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم، مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. ناقش رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانغ يانغ آخر التطورات على الساحة الوطنية، الجهود الرامية لإحلال عملية السلام ومستجدات المشاورات اليمنية التي دعت إليها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وأكد الدكتور بن دغر على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين الصين واليمن، مشيدا بالدعم الذي تقدمه الصين في المجالات كافة ودعمها للمشاريع التنموية والاقتصادية ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني. أنوه الدكتور بن دغر بالجهود والأدوار التي تقوم بها جمهورية الصين الشعبية الصديقة تجاه اليمن وموقفها الثابت الداعم للجمهورية والوحدة وشرعية فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية، ودعمها للسلام وفقا للمرجعيات الثلاثة التي اتفق عليها اليمنيون في الحوار الوطني. أكد السفير الصيني من جانبه دعم بلاده للحوار بين الأطراف اليمنية المبني على إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة ووقف إطلاق النار وإحلال السلام في المناطق اليمنية كافة. وقف مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس المجلس أمام آخر التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية، واستعرض على هامش مشاركته في المشاورات اليمنية التي دعت إليها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي المنعقدة في الرياض، المسار العام للمشاورات التي يشارك فيها مجلس الشورى بحضور غالبية أعضائه للبحث عن حل دائم وشامل وعادل في اليمن استند على المرجعيات الثلاثة. كما استمع المجلس إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية في الدفاع عن الجمهورية والوحدة والديمقراطية والتمسك بالمرجعيات الثلاثة للخروج من الأزمة والوصول إلى سلام يحقن دماء اليمنيين، حيث دعا مجلس الشورى الحوثيين إلى الاستجابة العاجلة لمبادرة مجلس التعاون التحالف العربي لوقف إطلاق النار تمهيدا لحوار وطني واسع لا يستثني أحدا. وحمل مجلس الشورى الحوثيين مغبة الاستمرار في الأعمال العدوانية الإرهابية ضد شعبنا اليمني
ضد الأشقاء في جوارنا العربية، كما دعا أعضاء المجلس التحالف العربي إلى التنبه لاختراق الحوثيين للهدنة الإنسانية التي أعلنها التحالف العربي، حيث قام الحوثيون بقصف القرى والمدن وقتل اليمنيين والتحشيد للجبهات بعد إعلان الهدنة الإنسانية، مناشدين إخوانهم في دول مجلس التعاون الخليجي بدعم الاقتصاد اليمني ومنع انهيار العملة الوطنية لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة. التقى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر أعضاء كتلة محافظة حضرموت في المشاورات اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض، التي دعت إليها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وأكد رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء ضرورة إنجاح مشاورات الرياض بما يحقق السلام في اليمن، مثمنا دعوة الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد المشاورات اليمنية. كما رحب الحاضرون بالهدنة المعلنة من المبعوث الأممي لليمن، وتمنى الجميع أن تصبح هدنة دائمة. استعرض الشيخ عبد الله بن صالح الكثير وأعضاء في الكتلة الأوضاع بصورة عامة، المشاورات بصورة خاصة، ذلك بما يعزز دور أبناء حضرموت ويحفظ مصالح وتطلعات المحافظة والإقليم في المستقبل، مشددين على التمسك بمخرجات الحوار الوطني في دولة اتحادية تضمن شراكة في السلطة وتوزيعا عادلا للثروات. قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك إن توجيهات واضحة من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية للتعاطي بإيجابية كاملة بشأن الترتيبات كافة اللازمة لإطلاق سراح الأسرى كافة وفتح مطار صنعاء وإطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة وفتح المعابر في مدينة تعز المحاصرة، وكل ما من شأنه تخفيف معاناة أبناء شعبنا التي تسببت بها ميليشيا الحوثي. أضاف الوزير بن مبارك في تصريح أن هذه التوجيهات تأتي انسجاما مع الموقف الثابت للحكومة اليمنية في دعم أي جهود تخفف من المعاناة الإنسانية لأبناء شعبنا، وفي ظل الأجواء الإيجابية للمشاورات اليمنية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، المبادرات الإقليمية والدولية الداعية لهدنة بمناسبة الشهر الفضيل. بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ مستجدات العملية السياسية وجهود إحلال السلام في اليمن. وتطرق بن مبارك إلى المشاورات اليمنية المنعقدة حاليا في الرياض وأهميتها في تقريب الصف اليمني وتوحيده بمكوناته وأطيافه كافة للعمل بما يحقق إنهاء الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية ضد أبناء الشعب اليمني كافة، مشيدا بالأجواء الإيجابية والتفاعل المسؤول من قبل المشاركين كافة في المشاورات، معربا عن أمله بالخروج بنتائج إيجابية من هذه المشاورات وبما يخدم إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في اليمن. كما استعرض الجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية خاصة في ظل المتغيرات على الصعيد العالمي وبما أضافته من أعباء جديدة على أسعار الغذاء والطاقة، مؤكدا على استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشددا على أهمية استمرار الدعم الإقليمي والدولي للحكومة في هذا الجانب باعتباره أهم العوامل التي ستسهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي تسببت بها حرب الميليشيات الحوثية في اليمن. وأعرب مبعوث الولايات المتحدة من جانبه عن سعادته بانطلاق المشاورات اليمنية في الرياض ودعم بلاده للجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي في اليمن، مؤكدا الاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية لليمن.
لا تزال مؤسسة البلسم الخيرية تمد يد الخير لجميع المصابين بالأمراض المزمنة وخصوصا الأشد حاجة، إذ توفر لهم الأدوية التي لا يقدرون على شرائها. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. بلسم يداوي جروح الكثير من مرضى الأمراض المزمنة. مؤسسة البلسم الخيرية ريادة في كفالة الأمراض لذوي الحاجة. طبعا بدأت الفكرة حملها الطبيب الإنسان إن صح التعبير الدكتور حسين أحمد فلهوم، وانطلقنا في 2007 بفضل الله جل وعلا، والحمد لله يعني الآن نحن في إطار مؤسسة أصبحت تغطي مساحة جغرافية كبيرة. ما ننشده ونؤمله أننا نبحث عن مؤسسات نوعية في مثل هذا المجال، لأن الإنسان هو المحور الأساسي الأول في الرسالات السماوية كلها. كل الرسالات اتفقت على قضيتين ابتداء، منفعة توحيد الخالق ومنفعة المخلوق. تعمل المؤسسة بنظام دقيق يسهل على كادر عمل المؤسسة تسليم الأدوية للمرضى بكل سهولة ويسر، فتعتبر كفالة الأمراض المزمنة هو النشاط الأبرز للمؤسسة، حيث تقوم بتغطية المناطق على مساحة جغرافية من مديرية ساه شرقا إلى مديرية القطن غربا، حيث تكفل المؤسسة كلا من أصحاب أمراض القلب والضغط والسكر والصرع والحالات النفسية وغيرها، ولها أنشطة صحية عديدة. مؤسسة البلسم هي تقدم مجموعة من الأعمال، أهم هذه الأعمال اللي هو قيام مركز البلسم الصحي بالعيادات اليومية والأسبوعية. عيادات اليومية موجود عندنا دكتور عام يداوم على مدى الأسبوع، سبت واحد واثنين وثلاث وربع. عندنا أيضا عيادات تخصصية أسبوعية، دكتور حسين فلهوم أمراض نساء ولادة يداوم كل اثنين من كل أسبوع. عندنا بالإضافة إلى هذا الدكتور فايز خبا والدكتور صالح بريك والدكتور أنهار، كل هؤلاء يداومون يومين في الشهر أسبوع بعد أسبوع. هذا كله متعلق بالمركز الصحي ببلسم، بالإضافة إلى موجود مختبر بتخفيض 30% في كل الفحوصات، موجود عندنا صيدلية أيضا موجودة في المركز. امتدت يد البلسم إلى كثير من الناس بمختلف المناطق والمديريات، حاملين على أكتافهم هم توفير قيمة دواء لمن لا يقدر عليه، كل ذلك من أجل دعوة مستجابة. لتلفزيون حضرموت أحمد بارجاء، سيئون. دشنت مؤسسة العلامة السيد عبد الله بن محفوظ الحداد لأعمال البر والدعوة والإرشاد أول أيام شهر رمضان المبارك مشروع إفطار الصائم السنوي للموسم السابع على التوالي. مشروع إفطار الصائم الذي تعكف مؤسسة العلامة الحداد على تنفيذه سنويا يستهدف هذا العام 11,000 صائم في أغلب أحياء مدينة المكلا وضواحيها، وبخاصة أحياء المكلا والشرج والديس وخلف والربوة وفوة طوال أيام الشهر الكريم. ويحتوي الإفطار على وجبة إفطار جاهزة الأرز واللحم، يتم توزيعه يوميا على الأسر الأكثر احتياجا في أحياء المكلا وضواحيها عبر مندوبين ثقات في الأحياء المستهدفة وبإشراف مباشر من قيادة المؤسسة. ودشن المشروع عصر أول أيام رمضان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العلامة الحداد الدكتور حسن شيخ الكاف ورئيس المؤسسة السيد حسين بن عبد الله بن محفوظ الحداد والمدير التنفيذي للمؤسسة عبد الله محمد هاشم السقاف، الذين أكدوا أن المؤسسة تهتم سنويا بتنفيذ هذا المشروع الخيري لما لتفطير الصائم في رمضان من أجر عظيم. وإلى أخبار الطقس مشاهدينا، حيث تسود مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة مع عوالق ترابية خفيفة ورياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا، درجات الحرارة دافئة نهارا إلى معتدلة ليلا. في أرياف الساحل والهضبة الجنوبية أجواء صحوة إلى مغبرة ورياح معتدلة السرعة، درجات الحرارة دافئة نهارا إلى باردة ليلا، فيما تشهد مناطق وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية
أجواء صحوة مع غبار واسع الانتشار ورياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى باردة نسبيا ليلا. والآن مشاهدينا إلى حالة الطقس. ختام النشرة مشاهدينا، أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان. مجلس الشورى يقف أمام آخر التطورات على الساحة الوطنية. وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي مستجدات العملية السياسية وجهود إحلال السلام في اليمن. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.